سلام الدراري، سلام البنات، كنتمنى تكون كامل بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال المعيشه في الصين. المهم الدراري دابا لقيتني حدا سوبر ماركت، المهم سوبر ماركت فيه اي حاجه، الخضر، الفواكه، اللحوم. المهم هذا السوبر ماركت هذا رخيص على السوبر ماركت الكبار، وحتى مثلا الاتمه ديال الخضر والفواكه اللي كيكونوا في ليمول في ليمول. المهم هذا ارخص حاجه اللي تقدر تقدم لنا. غادي ندخلوا وغادي نوريكم الاتمنه ديالو واش فحال المغرب ولا قال من المغرب. المهم انتما قارنوا مع الفيديو اللي قبل على الاتمنه اللي كنت في ديك فحال المارجان. المهم بحال سوبر ماركت كبير، هادشي اللي كاين الدراري. المهم الدراري ما عطاش الثمن ديالها، هي صراحه كتبان ناضيه. الثمن ديالها 1.99 كواي، قول 2 كواي، نص كيلو، نص كيلو 2 كواي، وكيلو ب 4 كواي. والحامض الثمن ديالو 6 كواي، نص كيلو. الثومه الثمن ديالها 0.50، نص كيلو ماشي كيلو ارينبي. وغادي نخليكم الاثمنه بالدرهم. والفلفله الصغيره الحمراء الحاره الثمن ديالها 8 كواي، نص كيلو، بصراحه غاليه. وهذه الفلفله هذه الثمن ديالها 6 كواي. المهم الفلفله الحمراء والصفراء كيف ما كتشوفوا الصراحه انا هذه الفلفله هذه ديما كناخذ 12 كواي الكيلو. والدري التفاح الثمن ديالو 3.5 ارينبي، نص كيلو. وهذا الخيار هذا شتي نوع من الخيار بحال هذا، عندهم بزاف ديال الانواع. المهم اكثر اللي كنشوف الخيار هو هذا، الثمن ديالو 1.50 كواي، نص كيلو. المهم الدري والدنجال الدراري الثمن ديالو 2.50 ارينبي. حنا في المغرب عندنا الدنجال مدور ياك، هما عندهم طويل. والخاص الثمن ديالو 3.50 كواي، نص كيلو حتى هو. ها هو الدراري. واللي تشي الدراري الثمن ديالو 4.5 ارينبي، نص كيلو حتى هو. المهم اي حاجه انا كيخدموش بالكيلو، كيخدموها بنص كيلو. صراحه التشينه ناضيه، هذه التشينه ولا ديك اللي صغار منها. المهم والبصله الثمن ديالها 1.50، نص كيلو. المهم هي كيبان لكم هنا نص كيلو، شو الدراري اصلا كيكتبوها لكم هنا باش تعرفوا نص كيلو. هنا كيخدموا في الشينوا غير بنص كيلو ماشي بالكيلو. المهم الدراري البيض بحال هذا البيض هذا كاين 15 الحبه، 15 الحبه ب 16 الكواي، ولكن الاثمنه كتبدل من البيض للبيض. انا نوريكم النوع الاخر. الدراري وخيزو الثمن ديالو 1.8 كواي. ها هو الدراري. الفلفله هادي الثمن ديالها 1.99 كواي، قول 2 كواي، نص كيلو حتى هي. وهاد الفلفله هادي 2.30 كواي ايرينبي، كواي هي ايرينبي الدراري. وهاد البصله هادي الحمراء الثمن ديالها 1.50 ايرينبي. الدراري لقيت الدنجال المدوره بحال المغرب، ممكن تبان المغرب شويه. الثمن ديالها 1.99 ايرينبي، نص كيلو. المهم الدراري والدجاج، التصدور ديال الدجاج نص كيلو 7.99 ارينبي، تقريبا نقول 8 كواي. ولفت الدراري، شو لفت قداش؟ المهم الثمن ديالو قول كواي 0.99، نص كيلو، ارخص حاجه شفتها هنا. الدراري هو البيض، هذا الثمن ديالو ب 6.93 ارينبي. شو الدراري هذا انت كتعزل الراس وكتحطو في ميكا ولا حسب الكيلو. وبطاطا الدراري الثمن ديالها نص كيلو 1.30 ارينبي. المهم الدراري هاد البنان هذا الثمن ديالو ها هو الدراري 5 ارينبي، نص كيلو. المهم تشوفوا هاد اللعيبه هادي عرفوها نص كيلو، اصلا في الشينوا كامل كياخذوها من نص كيلو، مكياخذوش بالكيلو في السوبر ماركيات. المهم الدراري والشفلور الثمن ديالو 2.50 ارينبي، نص كيلو. والاناناس كاين جوج انواع، كاين هذا النوع هذا وكاين هذا النوع هذا مخبع، المهم ما نقدرش نفتحو. هذا الدراري الكيلو نص كيلو ماشي الكيلو 8 ارينبي، وهذا الحبه ب 23. المهم الدراري المكور ولا ليشو الثمن ديالو ب 1.60 ارينبي، نص كيلو. المهم الدراري هذا القرع هذا الثمن ديالو نص كيلو 1.99 ارينبي، تقريبا نقول 2 كواي، نص كيلو. والملح الدراري 400 غرام ب 3 كواي.
الدريم الحق اخر عاود حتى هي 400 غرام بجوج كواي، الاخرى بثلاثه وهذه بجوج. والايجاست الثمن ديالو 3.5 ارينبي. والمزاح الدري الثمن ديالو تقريبا نقول 20 كواط 19 ارينبي فاصله 9 ارينبي، تقريبا قول 20 كواط هذا هو الثمن ديالو. وما الدراري هاد القرعه الزيت هادي فيها تقريبا نقول جوج يطرو ب 35 ارينبي. ولكن هنا عندهم انواع بزاف ديال الزيت. دابا الزيت اللي كطيب فيها ديال الذره شنو الثمن ديال هادي ب 48 كواط بحال هادي. عاوتاني نشوف النوع ديالاش ديال كاوكاو، ما حاطينش الثمن ديال هادي كاع هنا، ما عرفتش علاش هادي ما حاطينش الثمن ديالها. الدراري شفتو الدري في الشين والاتمية كيتبدلو. دابا شوف هادي درا وهادي تا هي درا، خمسة يطرو خمسة يطرو. شوف الثمن ديال 46 وهادي 79، ما يمكنش. هاد الشين وهادشي فيها ديال الزيوت عندهم هادشي غالي بالرجول. وهادي اين نوع هذا ما عرفت ديالاش، الثمن ديالو 79 كوار. والدراري والروز ديال العبارة الدراري الثمن ديالو ب 3.5 نص كيلو. كنظن هذا ديال العبارة كيكون رخيص على داك اللي كيكون فهمتي معلب، هادشي اللي بان ليا الدراري. الصراحة عمري خديت انا هذا، كناخذ غير اللي كيكون ملاعب. المهم هذا الثمن ديالو 3.5 نص كيلو الدراري. او هما الدراري كيما شفتو انا بارتاج معاكم الاثمنه في هاد السوبر ماركت هذا. هاد السوبر ماركت هذا ما غاليش بزاف، وكاين عاوتاني واحد السوبر ماركت اللي رخيص على هذا اللي نقولوا فحال السوق اللي في المغرب السوق. والفيديو التاس ان شاء الله غادي نمشيو لذاك اللي داير فحال السوق وغادي نشوفوا الاثمنه ديالو. غير المشكل داك السوق اللي فيه ما كتلقاش الاثمنه مكتوبه عليهم، يعني خصك تسول مولاه بشحال الثمن. يعني الفيديو عن فهمت غيكون صعيب شويه، ولكن غادي نحاول قدر نمشي له باش المهم اي حاجه نوريها لكم الدراري تشوفوها بعينكم، ما كاين لا كدلو حتى شي حاجه. وهادشي اللي كاين، واللي عجبو الفيديو الدراري دير لايك ودير ابوني ودير بزاف ديال الكومونتيرات ودخل عندي الانستغرام نحطو هنايا. وهادشي اللي كاين، المهم نتسناو الجزء الثالث في المعيشه في الصين. غادي نمشيو لواحد البلاصه دايره فحال السوق وغادي نشوفو الاثمنه ديالو. المهم هاد السوبر ماركت هذا كيكون بزاف ديال البلايص، كتلقى مثلا واحد المجمع سكني وكتلقى واحد السوبر ماركت تقريبا كتلقى عندهم نفس الاثمنه. هنا اللي غالي بزاف هما لي مول، كتلقى دارات تلقى الخضر والفواكه واللحوم كتلقاهم غاليين، وحتى كتلقاهم فحال المارجنات حتى هما كتلقاهم داكشي عندهم غالي. المهم هادشي اللي كاين وصافي الدراري. المهم بلبلوها في الكومنتات وقولوا لي شكون اللي غالي دابا، واش المغرب ولا الصين. وصافي تهلاو.